يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في بلادنا، في بلاد أفريقيا، نعم، يقول نحن يوجد في بلادنا، في بلاد أفريقيا، يوجد بعض القبوريين الذين بعض القبوريين كثير من القبوريين، نعم، الذين يتوسطون عند الموتى ويدعونهم وهم ليسوا بمعرفة صحيحة للإسلام، فهل نعذرهم بهذا الجهل؟ حيث إن كثيرا منهم لا يقرأ القرآن ولا السنة، وإنما ينغر بالأولياء والشيوخ. لماذا يعرض عن القرآن وهو يسمع القرآن ويعرض عنه ويبقى على ما هو عليه؟ قامت عليه الحجة، لكنه لا يريدها. من بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة: لينذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. القرآن قامت به الحجة على العباد. نعم.